نقدر نقول دي الحملة الانتخابية بتاعته؟ يعني لا يعني يجوز ولا لقاء عادي؟ يجوز يكون بعض منهم موجود في الحملة. هل نحن لما نعلن الحملة دلوقتي او نعلن الاسماء فيها مشكلة؟ لا هتعلن بالتأكيد. يعني انا يعني اؤكد لك انها هتعلن. انا اعلم هذا يعني، لكن يمكن خلال ايام قليلة يعني تعلن. اعتقد ان هتبتدي الحركه الفعليه تتم عندما يوم الاحد، عندما تعلن اللجنه العليا للانتخابات برنامج الزمني. ممكن اقوله لك، ممكن اقوله لك دلوقتي يعني مواعيده، ممكن اقولها لك برضه. يا ريت تقول دلوقتي على طول. طيب يعني هو يوم السبت الحقيقه هيبقى في اجتماع الاول للجنه العليا للانتخابات، اجتماع بينهم حتى يقرروا الشكل النهائي ليوم الاحد للاعلان. وبالتالي يوم الاحد هيتم الاعلان في مؤتمر صحفي، هيكون الاحد 30، يوم الاثنين 31، او على الاقصى يوم الثلاثاء 1 هيفتح باب الترشح لتقديم الاوراق والمستندات لمده اسبوعين. اسبوعين بالضبط. اسبوعين ولا يقل عن 10 ايام ولا يزيد عن 30 يوم. بالضبط كده، هم هيبقوا اسبوعين. اسبوعين بالضبط. اسبوعين بالضبط كافيين ان نجمع 25,000. اعتقد مش هيبقى في مشكله يعني. وبعدها يعلن في نفس نهاية الأسبوعين دول هيعلن القائمة الأولية للمرشحين. يعني إيه القائمة الأولية للمرشحين؟ الناس اللي قدمت ولكن لم تقبل أوراقهم بعد، هتفحص أوراقهم. هياخدوا أسبوع لفحص الأوراق ومطابقة المرشحين لقانون الانتخابات، الفحوص الطبية، الأوراق 25,000 توقيع إلى آخره. ثم يعلن في نهاية الأسبوع القائمة النهائية. مش القائمة الأولية، كانت قائمة أولية، القائمة النهائية للمرشحين. القائمة النهائية للمرشحين عند اعلانها يسمح للمذكور اسمائهم في القائمه النهائيه بالبدء الفوري في الحمله بتاعتهم والدعايه الانتخابيه وكل ما هو يريد ان يقوم به، اعتقد حتى يوم 14 او 15 مايو. هناك الانتخابات هتكون 14 لا و15 مايو. لا تنتهي الحمله الانتخابيه يوم 14 اعتقد، يا 15 بناء على يوم 31 او يوم 1 في صمت. في بالضبط كده يوم 17 و18 هم ايام الانتخابات للجوله الاولى في الانتخابات. شهر 5 مايو. 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 نعم مايو. طيب 27 مايو اعلان النتيجه. 27 مايو. 27 مايو اعلان النتيجه. اعتقد التواريخ دي في نص النقاش كده هكررها تاني عشان نكتبها. وحلف اليمين وعشان قبل 1 يونيو. 1 يونيو. قبل 1 يجي 1 واحنا عندنا رئيس. 29 30. يجي 1 6 واحنا عندنا رئيس. ايوه بالظبط كده.